تعمل غرف عمليات وهيوقفونا في كشف الرشاط في العيد. هنوزع عليه خطة العيد على كل الفئات. هنسمع من كل حضراتكم دلوقتي كل سنة مسؤولين في كل المديريات خطة العمل بتاعتهم خلال عيد الفطر. وبعد كده هنعرف الخطة الاستمرارية للمحافظة 2015 2016 مع الاعتمادات المالية الجديدة. بعد العيد مباشرة هنعمل اجتماع مجلس تنفيذي آخر هنعرض فيه كل الخطة الاستمرارية بتاع كل الوحدات المحلية وبتاع كل المديريات. هنشوف الهدف بتاعكم إيه وإيه اللي إحنا نقدر نحققه. عايزين عمليات الطرح تتم بسرعة، مش عايزين نتأخر. عايز أخلص الخطة الاستمرارية 15 16 في شهر 11 الجاي كلها، مش عايز أعطل عن كده عشان نكمل ونعرف نجيب فلوس نكمل بيها. جبنا مبالغ مالية الأيام اللي فاتت في 3 شهور، السنة خلصت جبنا مبالغ مالية تفوق 50 60 مليون جنيه. ربنا كرمنا وعرضت عليكم طبعا المرة اللي فاتت موضوع درع الحوت ده، تمام؟ خلصناها، جبنا اعتماد مالي 75 مليون جنيه استلمته الهيئة الأساسية للقوات المسلحة للإتمام على تنفيذ العملية، طلعت متوقفة من 12 سنة، صح يا باشمهندس أمل؟ فجبنا فلوس كتير للطرق، اسندنا عمليه بالامر المباشر مجلس الوزراء وفق لنا شركه المقاولين العرب. كان عندنا نقص في البوتامين على مستوى ولايه مصر العربيه لان حجم الطرق رساله الريس بيعملها طبعا حجم رهيب، فكان في نقص في البوتامين. شركه المقاولين العرب هتوصل بكره ان شاء الله، هنبدا نشتغل في طنيه وسندويس، هنخلصهم لان هم متهكين بالكامل. انا ما شفتش حاجه من خطه الاستثمارات اتحركت، كل الخطه الاستثمارات بتاعت مجالس المدن زي ما هي، بل بالعكس زادت كل واحد يمكن مليون او 2 مليون. وانا شلت كل مصاريف الرصف جبتها زياده، الخطه بتاعتنا السنه دي حوالي 158 مليون جنيه.